زمال كابتن شريف، الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا، رؤيتك للفترة الجاية وانت داخل على ماتشين مهمين جدا مع الترجي والماتشين حاسمتين، يعني في لقاء هنا وفي لقاء الأول في تونس واللقاء هنا، وبناء على النتيجة بتاعتهم النادي الأهلي هيدخل بإذن الله رب العالمين فاينل أفريقيا وإن شاء الله يجي بالعشرة. مفيش شك إن التجربة بتاعت النهاردة رغم قلنا إنه فرقة مصر تأمين يعني فرقة درجة تالتة وكده، ولكن مهمة، مهمة حتى لو عشان تجهز اتنين تلات لعيبة بس، أنا بتكلم مرحليا لماتش الترجي. أما موضوع اللي هم الولاد الصغيرين اللي لعبوا وبتاع لسه الوقت معاهم، ولسه يعني في وقت يلعبوا ماتشات كتيرة وفي وقت ياخدوا خبرات وفي ماتشات كتيرة هتيجي، لكن أنا بتكلم على مرحلة الترجي كان مهم جدا واحد زي حمدي فتحي إنه يبتدي يرجع ياخد 90 دقيقة النهاردة. أنا متفق مع الكابتن عادل إنه طبيعي إن شاء الله إن إحنا نعمل مباراة تانية ودية حتى لو في نفس المستوى ده، أو إذا كان أزيد شوية مع مثلا فرقة في الدوري الممتاز بيه ولا حاجة، على أساس أكثر جاهزية. يعني أنت لسه الماتش يوم 19 مظبوط، فعلى الأقل قبلها بأسبوع يعني يوم أنت عندك 7 8 9 حتى ممكن تعمل ماتش ودي، ومش ضروري تلعب الناس كلها 90 دقيقة، ممكن تلعب 45 دقيقة 45 دقيقة، ممكن تلعب 61 دقيقة ممكن. فواحد زي حمدي فتحي النهارده مكسب ان يبتدي يلعب الوقت دوت، وعايز يقط ماتشات اكتر. حاجة زي رامي ربيعة انه شفناه في الوسط المدافع يوم ماتش الصن داونز، النهارده شفناه في الظهير الايمن، الله اعلم الظروف مستر موسيماني يحتاجه في المكان ده ولا لا. انت عندك اللي بيلعب في المكان ده هاني الاساسي مصاب وممكن ما يلحقش المباراه، عندك بعد كده بيكهام واكرم توفيق بيلعبوا احيانا في المكان ده، لكن رامي ربيعه يخش معاهم وهيبقى في منافسه مين اللي يلعب في المكان ده لو هاني ما لعبش، فدي حاجه برده كويسه. وليد سليمان رغم انه يعني ان شاء الله تكون خفيفه، انا شايفه ماسك العضله الضامه في اخر 5 دقائق لما طلع، لعب وقت كويس وان شاء الله يكون سليم، برده عنده خبرات حتى لو بيلعب اجزاء من اللقاءات، يعني فمباراتين زي بتوع الترجي محتاجين خبرات زي دي، ممكن جدا مستر موسيماني يحتاجه في وقت من المباراه، بيبقى عامل اضافه لما بيجي ينزل كبديل. فالتجربه مفيش شك مفيده ولها بعض الاهداف اللي مستر موسيماني طلع بيها، لكن الحكم انك انت عشان الولاد الصغيرين اللي لعبوا في يعني فهد جمعه ده مثلا اللي هو اللي نزل رقم 5 قوي ومتحرك، هو يمكن مستعجل وفنيا شويه لسه، لكن واضح انه عنده حاجه عايز يعملها. في الولد اللي نزل باك ليفت الشوط في اخر شويه اللي هو 32 اعتقد اسمه محمد اشرف، برده بيعمل كام كروس كده شكله كويس، لكن طبعا دول لسه انا مش عايز اتكلم على الباقيين، يعني لسه مش واضح حاجه يعني تقول ايه انك هستفاد منهم في الوقت القريب ده، لكن دول مستقبل بعد كده ونشوف بقى التطوير اللي يحصل معاهم. لكن هو كان اهم المكاسب هو موضوع حمدي، موضوع رامي، وليد، ياسر ابراهيم بياكد انه بيلعب، يعني دول اكتر حاجات كنت اتمنى ان كهربا يبقى افضل من كده. مروان ما لعبش غير 45 دقيقه، ما نعرفش هو خرج ليه، كنت برضو اتمنى انه يلعب وقت اطول، نجيب له جون جونين يستعيد الثقه، يعني انه بيقدر يجيب اجوان وكده، بس انا ما اعرفش هو هل يعني مستر موسيماني خرجه انه بيديله بس 45 دقيقه، ولا لا قدر الله يكون مثلا حس بتعب ولا حاجه. فده اكتر حاجات استفدنا منها النهارده يعني.